فتعالوا نتعلم المهارة دي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتعلم الحكاية دي. لازم نعرف ان القلوب كمان ليها عقل. حضرة النبي علمنا هذه الفلسفة، في حاجة اسمها عقل القلب. الناس متصورة ان القلب ده مشاعره بس، لا، القلوب ليها كمان عقل، زي ما حضرة النبي سألوا الأسئلة اللي تفتح القلوب عن طريق الجواب. ثلاث حاجات احنا محتاجين نعملهم لو احنا عايزين نمشي ورا سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كانت المصيبة خليك محافظ على هدوءك. نفرض الولد عمل مصيبة، نفرض الزوج في خيانة، نفرض أي حاجة، لازم تحتفظ بهدوءك لو كنت عايز تحل مشكلة. فأول حاجة تعمل إيه؟ تسأل سؤال حقيقي ما فيهوش لا استنكار. استنكار زي هو ينفع الكلام ده؟ ده استنكار طبعا، أنت معترف اللي أنت بتقوله ده مش سؤال برضو. الأسئلة الإحائية أو الأسئلة الاستنكارية ممنوعة، لكن نسأل هو إيه اللي حصل؟ سؤال واضح هيحكي. الحاجة التانية ان احنا ندي الفرصة للشخص اللي قدامي ونتجنب في الحوار معاه اي شكل من اشكال السخرية. مفيش سخرية. انا شفت ناس كتيرة جدا جدا قلوبهم بتتوجع مع اصدقائهم، بلاش السخرية. ومن السخرية على فكرة الصفة الجديدة اللي بنسميها القلش، ده بيتعلم في القلوب وبتوجع القلوب. بلاش السخرية، عايزين نهزر. اللي عايز يضحك يضحك على نفسه، ما يضحكش مع شخص عايز يقنعه، ما يضحكش على حد بيحبه، ما يعملش كده. تالت حاجة والحاجة المهمة ان احنا نختار الوقت والمكان المناسب ان احنا ممكن نتكلم فيه. الخسارة بتبقى كبيرة لو اخترت المكان غير المناسب والوقت غير المناسب، وبيبقى انا ما عملتش حاجة، الا اذا كنت انا عايز اركب اللي قدامي الغلط واقيم عليه الحجة، ودوت ما بيوصلناش لحل. خلينا نوصل ونحل المسائل دي، وبالتلات خطوات دي ان اتعلمناهم من سيرة حضرة النبي ومن جمال حضرة النبي، في مشكلات كتيرة هتنتهي، وفي حاجات كتيرة هنلاقي القلوب فيها قريبة من بعض. يا رب الهمنا ان احنا نكون من اهل الحكمة، وان احنا نسير خلف حضرة النبي اللي علمنا ان في اشد الظروف وهو بيتعامل مع المشركين، ان ربنا جعل اسئلته وجعل صلى الله عليه وسلم الوقت اللي اختاره عشان يكلم الصحابي، وكذلك المدخل اللي جعله فيه بانه هو ما استهزأش منه، كان هو المفتاح لقلبه. يا رب الهمنا رشدنا دايما عشان نفضل مع حضرة النبي، ويفرح بأننا سرنا في سيرته عندما يسر علينا أمرنا، وكان سببا لسرورنا وسعادتنا عندما ألقينا من على كاهلنا مشكلات كثيرة بالكلمة الحلوة. يا رب صل على حضرة النبي، ونفضل دايما تلامذة في مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة الرحمة والخير والجمال.